كان عام 2019 صعبا على الاقتصاد الأردني وعدم شعور المواطنين بأي نتائج إيجابية للسياسات المتبعة على معيشته. ومع دخول العام الجديد بيومه الأول، تتطلع أنظار المواطنين عامة والتجار خاصة أن تتحول الأوضاع الاقتصادية إلى الأفضل. والله بصراحة ممكن، بس مش أكيد. أي نعم، أنا بحب أتفائل خير إلي ولبلدي، بس الوضع بالبلد الاقتصاد ما بيطمن. تتغير بس إلا إذا غيروا بقرارات الحكومة. بصراحة عندنا مشكلة إحنا في الأيادي العاملة في الأردن، أنا من خلال شغلي بقطاع الإسكانات والأراضي، مهم كتير هذا القطاع ينشغل عليه سواء من أردنيين أو عمالة خارجية، وضروري ينزلوا الجمارك والضرائب، كتير مهم عشان يرجع يتحرك القطاع. يعني لو عملوا لنا مثلا نسبة بسيطة، تكون لما تكون نسبة بسيطة كل العالم المستثمرين بيجوا، بصير الناس تبيع أكثر وبصير يدخل أكثر. فبتمنى أنه يسمعوا هذا الحكي. والله يا أخي ما أتوقع، لأنه كل الأمور بتسيء إلى أسوأ، أمور كتير تعبانة، لا بنبيع ولا بنشتري ولا إشي، ما في اقتصاد ما في، وين نروح؟ فش يعني، الأمور من سيء إلى أسوأ. صار المواطن الأردني ما معه يأكل، متى بده يكون أحسن؟ ومع إطلاق الحكومة مجموعة من الحزم والإجراءات لتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، يأمل مواطنون تبدل الحال إلى الأفضل. والله إن شاء الله يا رب، يعني نتمنى من الله إنه فعلا يتغير إشي، بس ما أعتقدش، يعني ما أعتقد. عندي كان أمل في 2019 إنه يصير إشي جديد، بس ما صار إشي جديد. فإحنا هسه أملنا انتهى بال 2020، يعني ما أعتقدش إنه يكون في إشي جديد في 2020، وإن شاء الله يا رب نتمنى من الله. أكبر إنجاز بكون إذا بروح بس هالفاسدين والرشاوي والفساد، بس هذه، إذا راح هذا البلد بخير إن شاء الله، إنه اللي يحصل الحكي هذا بأمر الله، وإحنا متفائلين بجهود الناس الطيبين والخيرين اللي قايمين على عمل الاقتصاد، والمسؤولين في هالبلد ثقتنا فيهم عالية إن شاء الله، وبهمة صاحب الجلالة أنه يصير كل شيء تمام، وإحنا مبسوطين الحمد لله بألف نعمة. أمال كبيرة ووعود حكومية كثيرة قطعت من قبل لتحسين أوضاع المواطنين، فهل يكون هذا العام أفضل من السابق، أم أن الأمور ستبقى على ما هي عليه؟ أسامة بليبلي، الحقيقة الدولية.